نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية المشروع التابعة لمركز كفر البطيخ، وتضمنت القافلة الطبية حياة كريمة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا ووحدتين للإشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، حيث تردد على القافلة 955 مواطنا وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. بنقدم خدمات الكوافر الطبية بالتوازي مع مبادرة 100 يوم صحة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الكوافر الطبية بتخدم الأماكن النائية والأماكن الأشد احتياجا للخدمة الصحية. احنا موجودين في هذه القرية الأول مرة نجيها نغطي فيها الكوافر الطبية، في إقبال كبير جدا من المواطنين على خدمات الكوافر الطبية المقدمة هنا، نظرا لأن احنا بنقدمها من خلال 12 عيادة تخصصية فيها جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إن احنا معانا دكاترة استشاريين في التخصصات الطبية المطلوبة من أكفأ أطباء وزارة الصحة والسكان. احنا جينا النهاردة كفيلة وإن شاء الله خدنا العلاج ببلاش، والناس هنا حلوة كويسين وربنا يخليك يا ريس، وإحنا مبسوطين جدا من اللي أنت عملته يا ريس ومبسوطين والله. ده جينا القافلة وكشفنا في جميع التخصصات كله بالمجان وأخدنا العلاج، والمعاملة ما شاء الله كويسة جدا وموجود كل حاجة يعني.